السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال سألني يعني جميل جدا، يعني دلوقتي احنا كل شوية بنطور في الموديل بتاعنا ونزود الليفل اوف ديفلوبمنت اللي هو دي في كل مرحلة من المراحل. طيب العناصر اللي موجودة في الموديل هل بنعملها ابديتد ولا بنبدلها ريبليس؟ يعني على سبيل المثال مثلا في عمود معين في ال او دي 100 جينا في ال او دي 200 بنطور فيه ولا بنعمل له ريبليس، و300 بنطور فيه ولا بنعمل له ريبليس؟ طيب اللي بيحصل كالاتي في الشغل بتاعنا، ان انا في الاول ما بقاش واثق ان هو ده اللي الملك عايزه او هو ده الابروفال، فما ينفعش احط كل التفاصيل واقعد مثلا سنه سنتين ثلاثه واديها له يقول لي لا ده مش هو ده اصلا الفكره اللي انا عايزها. فبعمل حاجه بسيطه وبتبقى اقول له دي 100 يوافق عليها، نبدا نخش فيه تفاصيل. يعني مثلا بقول له المبنى ده انا هعمله كله واحط العمدان هنا، ممكن يقول لا انا مش عايز اعمل ده. فبنبدا نشوف واحده واحده مرحله مرحله مع بعض. الاصل ان انا بحط الحاجه وكل شويه بزود التفاصيل بتاعتها، يعني ال ودي 100 بحط العمود وما بحددش الابعاد بتاعته، ما بكتبش يعني زي ما بينزل هو في عمود هنا. يعني كل اللي احنا عايزينه ان احنا نقول ان في هنا عمود، ان في هنا باب، بس ابعاد الباب وابعاد العمود والحاجات دي كلها هتبان بعدين. ما انا مش عايزك تقيس من اللوحه، انا عايزك تقول لي انا موافق على ان يبقى في عمود وباب هنا ولا مش موافق. بعد كده في المرحله الجايه هنبدا نحط المقاسات. فالمرحله بعد كده ببدا احط المقاسات. امتى اعمل ريبليس للفاميلي؟ يعني انا خلاص حددت مثلا حاجه معينه، مثلا قلت لا ده انا من العمود ده هخليه شكل مثلا فرعوني او تاج فوق هيتعمل له تاج معين. لو انا عندي الفاميلي دي واسهل ان اعملها ريبليس اعملها ريبليس. لو انا اخترت مثلا كرسي معين، الاول كنت بقول في هنا كرسي بس مش محدد الحاجات بتاعته، ولقيت ان التطوير في الموديل نفسه في الفاميلي دي هياخد مني وقت، لا انا اعملها ريبليس افضل. يعني الاثنين ينفعوا، بس انت بتبدا تشوف انا الاحسن. العادي ان احنا كل شويه بنطور ونحط المعلومات. الباب حطيناه وبدانا نحط الطول والعرض والارتفاع، فقلنا لا ان احنا عايزين باب بمواصفات وحاجات زي كده. والباب ده كنا احنا استخدمناه في فيلا قبل كده تانية، فبناخد الفرن دي من المشروع اللي فات او من نشوف اسمها ايه ونجيبه ونحطه. فلو انت لقيت ان انت تعمل ابديت اسهل اعمل ابديت، لو لقيت ان انت عايز تعمل ريبليس اعمل ريبليس. يعني الاثنين حسب احتياجك للمشروع، حسب ما انت فاهم المشروع ازاي، حسب ما انت هينفع تطوره ولا لا. يعني انا دلوقتي مثلا حطيت مكنه معينه تمام، وكنت حاططها من غير ابعاد، هينفع احط اكتب الابعاد على طول تتظبط يبقى اللي هي اللي انا عايزها، ولا هضطر بقى ان انا احط كونكت واحد يمين وشمال وهو فلا تاخد منك وقت؟ لا شيلها وهات اللي انت عايزه.